السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني، واهلا ومرحبا بكم في اول قناة عراقية لتعلم العود والطرب العربي. رحب بكم، معكم زياد هادي الاستاذ في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد، استاذ آلة العود والنظريات. تحياتي لكم، واليوم موضوعنا مختلف بسبب انه كثير من الاصدقاء والمشتركين الجدد والناس الكثيرين انه يأكدون على الفيديوهات اللي اني نشرتها سابقا بخصوص موضوع تعلم الغناء وما هي التمارين المهمة وكيف تطورها. في البداية طبعا قبل ما نبدي التمرين أحب أؤكد على الدورات الموسيقية والدروس الموسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر باشتراك. تقدر تشترك يا أما في تعلم العود ب3 مستويات، إما المبتدئ حتى كي يتطور، أو إذا أنت متوسط وتتطور، أو إذا أنت محترف وتتطور. وأيضا الموضوع الثاني اللي هو كيف تطور صوتك، كيف تسقل صوتك، كيف تمرنها بالطريقة الصحيحة والأكاديمية. إحنا دوراتنا الموسيقية ودوراتي الموسيقية مبنية على الأكاديمية، وكيف نعلمك تقرأ نوتة وفق منهاج أكاديمي مرتب، لأن إحنا معروف مثل ما تمشي، إذا تمشي على طريق الصحيح والأساس يكون صحيح، راح يكون عندك بالتالي تكون المحصلة النهائية مضبوطة، ويكون عندك النجاح مضبوط، بحيث تعرف القرارات والجوابات إذا كنت بالصوت، وتعرف الريشة وإمكانياتها إذا أنت تعزف عود. فأهلا وسهلا بكم. بالنسبة للتمارين اللي نريد نقويها، طبعا قبل راح نبدي بهذا البالونة اللي هي تقوي النفس. كيف تقوي النفس مالتك كمطرب أو تريد تصعد على المسرح؟ طبعا هذا تقوي بعد ما أنت أخذت الكورسات المخصصة بعملية التمرين الصوت وقراءة النوتة، وطورت من صوتك من خلال قراءة النوتة، راح انه تذهب الى البالون واللي هي من خلالها راح تتنفس بواسطة الانف ويخرج عندك الهواء. يعني انت دا تلاحظ هكذا راح يتقوى عندك النفس باليوم 5 مرات او 6 مرات او 7 مرات يوميا، راح يتقوى عندك النفس. وهذه هي ايضا عملية جدا مهمة اكدوا عليها الاطباء، ليس فقط للمطرب، حتى الانسان الطبيعي حتى يكفي شر الامراض المزمنة اللي موجودة حاليا. لذلك عليك تقوينه لذلك بعض المطربين من تلاحظه يغني دو دو ري مي فا صول لا سي دو، خلص النفس، يعني اذا استمر اختنق. دو سي لا صول فا مي ري دو، النفس هو مثل الوقود للسيارة، اذا خلص عندك انت تتوقف. لذلك دائما حاول انه تمليها من خلال التمارين، من خلال المشي. وتحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك واللايك واي شيء موجود من خلال رقم الهاتف في صندوق الوصف، والموجود في على هذا الجانب اللي هو دائما انا اخلي قطعه موجوده في الشاشه حتى تقدرون تشوفون رقم الواتساب. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.